لو انا في علاقة مع حبيب وبعد عني، او حتى احنا يعني معجبين ببعض، او احنا مستلطفين بعض، او الصحاب بس قريبين قوي من بعض، وفجأة هو بعد عني، بس في سبب انا عارف السبب ده، ممكن يبقى يعني مرتاح، انا ضميري مرتاح شوية، او نفسيتي مرتاحة شوية، او الحيرة مش مجنناني، لان انا عارف السبب اللي خلى فيه انفصال، وممكن ارضى بنصيبي واسمتي واعيش واكمل. ولكن المشكلة لو ما فيش سبب، يعني لو بعد فجأة، لو في فراق حصل فجأة، هو ده بقى الجرح او الفراق اللي أصعب بكتير من أي فراق تاني، إن يرحل فجأة وأنا مش عارف السبب. في حلقة النهاردة هنقول لك، أو نقول لك إيه اللي ممكن يخلي الطرف اللي أنت مرتبط بيه تقوم من النوم الصبح ما تلاقيهوش في حياتك، تصحى من النوم تدور عليه ما تلاقيهوش، في نيته انتهى، فص ملح وداب زي ما إحنا بنقول، وتفضل أنت تقول أو أنت تقولي ما فيش سبب، إيه اللي حصل؟ لا، في حلقة النهاردة هنقول لك على الأسباب. يلا بينا. كالعادة سريعا كده هرحب بيكم واقول للجديد يا ريت يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناة اشترك عشان اشعارات الحلقات بعد كده توصل له على طول، وتعالوا بينا نبتدي. وفي نهاية الحلقة دي هقول لك لو الحبيب ده قرر يرجع لك مرة تانية، ايه افضل تصرف؟ تعمل ايه؟ ترجع له ولا تطنشه ولا تسيبه ولا تهجره ولا تعمل ايه اللي يحافظ على كرامتك؟ وليه انا هنصحك بالنصيحة دي في النهاية. أول حاجة ممكن يكون الموضوع فيه خيانة، يعني أنت بتلعب بديلك سواء رجل أو امرأة، واخد احتياطاتك ومش مخلي حد يمسك عليك أي دليل، وفجأة ما تلاقيش اللي أنت مرتبط بيه أو اللي أنتوا مقربين من بعض قوي، حتى لو لسه ما فيش اعتراف في الحب بعد عنك، تأكد إن هو شم ريحة الخيانة دي بشكل أو بآخر. تاني سبب الكذب، أنت كذبت عليه في حاجة أو حاجتين او اكتر شوية وهو عرف. في بعض الشخصيات بتشوف ان خسارة فيك العتاب، يعني لو انا مرتبط بيك وبموت فيك حتى، او لسه بنتعرف على بعض كده وبداية اعجاب يؤدي للحب، واكتشفت ان انت خاين او ان انت كذاب، بستخسر فيك ان انا اعاتبك، وبقول اكبر عقاب ان انا امشي من حياته فجأة واعذبه بالحيرة. طيب يا عم يا محمد يا ابو زيد، بس كده؟ طب انا بقى لا كنت خاين ولا كنت كذاب، والطرف اللي انا مرتبط بيه فجأة ما لقيتوش في حياتي، احنا لسه هنكمل. والسبب الثالث معانا النهاردة هو ده السبب الاشهر، يعني اكتر من 90% من حالات الفراق فجأة بيكون سببها السبب ده. رجاء ان ندوس لايك لو شايفين الحلقة دي مفيدة، وبقدم اعتذار لكل اصدقائي اللي بيبعتولي وانا بتأخر في الرد عليهم، انا بعمل حلقة زي دي اكتر من 90% منكم ممكن تمسهم وتفتهم الحلقة دي، يعني انا بجاوب عليكم بشكل عام، ما تقولوش ابدا ان انا بطنشكم، انا ما اقدرش ابدا ان انا اعمل مع عيلتي حاجة زي كده. تالت سبب ظهور حد جديد، علاقة جديدة بقى. طيب ازاي ده كان بيحبني وكان مهتم بيا وكنا بنسهر لحد الفجر نتكلم وبنخرج، كان عنده فراغ عاطفي ومش لاقي غيرك، او هي مش لاقيه غيرك ببساطه دي، بالبساطه دي فاضي عايز يعيش الحب، بيلاقي معاك السد للفراغ العاطفي ده، زي اللي بيقول يعني اهو موجود، لقينا اللي احنا عايزينه، لقينا حد احسن، لقينا ما لقناش اهو ده موجود، يعني بياخدك سد خانه. وده سبب شهير جدا بقول لكم لاكثر من 90% من حالات الهجر او الابتعاد فجأة او هروب الحبيب او ايا كان. اه بقى لقيت حد بقى، اه هو ده فتى احلامي، وغالبا هيدي بالجزمة، سوري في اللفظ، في نهاية المطاف يعني، لان اللي يوعد بالحب ويرحل فجأة من دون ما يقدم يعني اسباب حقيقية، غالبا غالبا بيبقى وجهة نظره واختياره خاطئة، ما بيعرفش يشوف لانه إيه، ما بيعرفش يقدر يعني ايه مشاعر حقيقية. طيب في سبب تاني، في سبب تاني ممكن هروب من المسؤولية، يعني الشخص ده لقى ان انتوا هتخشوا في الجد، انا وانت مرتبطين او صحاب حتى مقربين، خلاص العلاقة بينا كده شكلها داخلة في الجد، انا مش بتاع مسؤولية. ودي خاصة السبب ده ينطبق على كثير من الرجال، ايه الموضوع دخل في جد بقى؟ لا،
انا عايز اعيش زي الفراشة كده، اتنطط براحتي، هروب من المسؤولية، ولا سيما الرجال، وقلما ما تفعلها النساء او البنات. مش مستعد نفسيا، مش مؤهل، مش حابب اشيل مسؤولية، لا لسه بدري. اما اعيش حياتي كلها مسميات تندرج تحت العنوان اللي احنا بنتكلم فيه ده. في سبب كمان ولكنه يعني مش كتير، مش شائع، الحدوث. ولكن اعرف او اعرفي ان الاسباب اللي احنا قلناها في حلقة النهاردة دي لن يخرج عنها، يعني ما فيش سبب تاني غير كده هو اللي ممكن يكون خلى حبيبك او حبيبتك تخرج من حياتك فجأة وتصحى من النوم زي ما احنا بنقول ما تلاقيهاش. شخصية حياتي فيها مشاكل كتير قوي، وعندي ضغوط والتزامات كتيرة قوي، ومش عارف راسي من رجليا، ومش عارف أبدأ منين. محتاج أبقى فترة مع نفسي، أبقى فترة مع نفسي، أعيد حساباتي، أشوفك أنت هتفرق معايا قوي ولا لا، أنت مؤثر قوي في حياتي ولا لا. يعني أنا بعمل اختبار لنفسي، بعمل تيست لنفسي، بختبر كده تعلقي بيك، واخدك انا كتجربة. عايز اقعد مع نفسي فترة كده افصل واريح، وبعدين اشوف. هتوحشني، هرجع اكلمك، انت يعني هوحشك. طيب هلاقي حد تاني ايه بديل ليك؟ طيب انا عشت من غيرك هتبقى احلى ولا معاك هتبقى احلى؟ مفيش سبب في الدنيا هيخرج عن الاسباب اللي احنا ذكرناها في حلقة النهاردة. تقدر انت بقى من خلال معرفتك بالطرف ده اللي انت كنت مرتبط بيه ايا كان نوع الارتباط، ومن خلال اخر لقاء بينكم، تعمق واسرح في اخر لقاء بينكم كده ايه اللي حصل فيه، تقدر تستشف السبب الاقرب اللي خلاه يبتعد عنك من الخمس اسباب اللي احنا خدناهم معانا في حلقة النهاردة. في مقولة شهيرة قوي تقول لك من يرحل فجأة غالبا ممكن يعود فجأة، من يرحل بلا معاد ممكن يجي لك بلا موعد. نصيحتي انا كمحمد ابو زيد، الشخص ده لو رجع لك المفروض ما يبقاش ليه مكان في قلبك. نصيحة ليه بقى باختصار، مش هطول عليكم، وهقول لكم وجهة نظري ومن دراسة النفس البشرية ليه انا بقول كده. لان اللي يسيبك فجأة وبدون معاد مرة يسيبك 1000 مرة. وحط تحت دي خط، ومش عايز تقتنع او مش عايز تقتنع بالكلام ده براحتك، بس صدقيني انا بقدم لك او بقدم لك الخلاصة وبجيب لك من الاخر عشان ما تضيعش وقتك، لان عارف ومتأكد ان ايام عمرك غالية قوي، مش عايزك ان انت تهدرها، وعايزك تستخدمها في الوقت الصح والمكان الصح ومع الشخص الصح اللي بيحبك بجد، واللي مستعد ان هو يضحي عشانك، واللي مش بياخدك حقل تجارب يجرب فيك، او استبل، او سد خانة، او الاسباب بتاعت النهارده في منهم هتلاقي معاه حق، وفي منهم هتلاقي ما معاهوش حق. لو انت خاين يبقى سابك عشان الخيانه، لو انت كذبت عليه يبقى سابك عشان كذاب. معاه حق في الاتنين دول، يعني معاه حق في الاتنين دول. لو رجع لك بعدهم يبقى كده بيحبك، او القرار ليك والمفروض ان انت توافق وتصلح من نفسك. اي سبب تاني قلنا غير الاتنين دول، نصيحتي انا ما توافقش. اكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي. أي صفحة تانية غير محمد أبو زيد نصاب، اعملوا له بلوك بينتحل شخصيتي واسمي. اكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي، شيروا على قد ما تقدروا، صدقوني هتفيد كتير قوي، وهو ده هدفنا، ده طلب الوحيد منكم. اللي نسي يدعم الحلقة بلايك يا ريت يدعمها بلايك. قناتنا التانية والانستجرام والفيسبوك، ازاي تتواصلوا معايا، كل الروابط دي في وصف الفيديو وفي أول تعليق، وإن شاء الله نلتقي بكرة الساعة 8.